الحربي لحصولك على النقطة رقم 6، قلت اصبروا على فريق الإنتاج. نعم، فريق الإنتاج بعد فوزه في المباراة السابقة حصد النهاردة في مباراة مهمة هنا في غزة المحلة، قدر يسجلوا هدف وتحرزوا النقطة رقم 6. شوف، احنا يمكن النهاردة احنا جبنا النقطة رقم 6، ممكن وصلنا لجون وضيعنا أجوان، لكن النهاردة أنا مش مبسوط من الأداء. أنا شخصيا مش مبسوط من الأداء، يعني الأداء النهاردة يمكن ده أقل أداء في كل الماتشات اللي احنا لعبناها. يعني بالرغم إن احنا كان عندنا الفرص بعد النتيجة واحد، لكن أنا شايف النهاردة غزل المحلة بصراحة اتطور مع الكابتن أحمد حسن كتير. لازم أقول كلمة حق. شفت في ماتش أسوان الفرقة اتطورت، شفت في الماتش ده الفرقة اتطورت، شفت في الماتش ده كان عندهم فرص يقدروا يعوضوا بيها ويقدروا يجيبوا. يعني كانوا يقدروا يجيبوا. نصيحة من ابن غزل المحلة لإدارة غزل المحلة بالصبر على المدير الفني. أنا نصيحة من إدارة غزل المحلة أحمد حسن قدر في الماتشين اللي فاتوا في ماتش أسوان يجيب نقطة، وفي الماتش ده يقدم نفسه بشكل كويس. يعني ولو انت شفت انا حتى تغييرات في الشوط الثاني بتاعت صلاح بطارق في الاخر تغيير دفاعي، لان انا حسيت ان هم بداوا يمتلكوا الملعب ونص الملعب. انا بتكلم بصراحه 25 ده في الشوط الثاني، وكابتن طارق محجوب دول ولاد المحله، والنبي كل اللي بتكلم عليه اصبروا عليهم شويه، سيبوهم اصبروا عليهم، لسه بدري قوي، لسه بدري على انت مسجلين على ايه؟ انا ما اعرفش الانديه سخنه ليه، انا ما اعرفش كل الانديه سخنه ليه، انا مش عارف. كل واحد يخسر ماتش لازم يمشي، كل واحد يخسر ماتش لازم يروح، هو في ايه؟ الناس سخنه على ايه؟ المدربين بقوا ضحيه الانديه؟ لا عادي خالص. بص، الفرق بين المدربين، مبروك، الفرق بين المدربين وبين الحاجه ان احنا اول ما بنيجي نتعاقد كل الناس عايز تعمل كل حاجه، بعد التعاقد مع اول هزيمه عايزين يمشوه.